صباح الخير، واخيرا اجى الصبح. طبعا انا اليوم كلش متحمس حتى اتفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو، عندي لحمتين مال دجاج، بس الصراحه هذول اللحمتان مال الدجاج صارن كلش هواي واني ما ماكلهن. مو مشكله، راح احطهن بعدين اكلهن احسن لي انا مو وضعي هاي. طيب خلي اخذ السيف مالتي والخشبايات ويلا ليتس جو، خلي اروح اشتغل. شنو الدايموند اللي موجود هنا؟ شنو هالايرون؟ دقيقة خلي اجيب لي هاي حبة الدايموند. واو، رزق الحمد لله والشكر، راح نصير اغنياء. حلو، هاي شنو؟ هاي ليش ما جاي يجي لي؟ هاي ليش؟ كأنه اني لازم اروح اجيب لي بيكاكس مال شو اسمه؟ مال حجر اول مرة. اكو عندنا حجريات هنا، خلي نفلشهن. اوكي، هاي الاولى وهاي الثانية، نحتاج لنا بس ثلاثة حتى شنو؟ حتى اسوي لي بكاكس حجرية. وبعد ما نسوي بكاكس حجرية اروح افلش لي هذا الايرون. اوكي دقيقة اسوي لي هسه بهذا الشكل البكاكس الحجرية. اوكي هاي الاولى، حلو، هسه نقدر ناخذ لنا هذا الايرون بهذا الشكل. تمام، هسه نجيب ونطبخ كل الايرون هنا. اوكي جاي نطبخ الايرون، حلو. طيب يحتاج لنا بعد خشبات، يحتاج لنا بعد خشبات، يا خشبات. اوكي مو مشكله، نسوي لنا استكات. اوكي موجود استكات، موجوده البكاكس موجوده، خلي كل شغلاتنا اللي ما نحتاج لهن نحطهن هنا. تمام، دايموند. يا مطرة الدنيا، شلون ورطة هاي؟ مو مشكله، بما ان هذا بعد دا يصير، خلي اني يا رب هاي الخشبايه ما تروح، يا رب شباب ما تروح هاي الخشبايه، والله تروح او ما تروح تروح. اوكي ما راحت الحمد لله والشكر، قدرنا نطبخ وخشبايه والخشباتين هذول بلا ما يروحن. يلا تصبحون على خير، خلي اروح انام هنا احسن لي. اي صباح الخير، واخيرا اجى الصبح. اوكي خلي اشوف الدايموند بعده موجود. اوكي اسوي لي هسه اول مره بكاكس مال شنو؟ مال ايرون. روح جيب الدايموند هسه، جيب الدايموند، هذا بالدايموند الزين. اوكي بما ان عندنا حصلنا هسه ثلاث حبات دايموند، شنو اسوي لي؟ افتح الكرافتنج تيبل، اسوي لي هسه اول مره بكاكس مال دايموند. حلو، صارت عندنا بكاكس مال دايموند. واو واو واو، والله العظيم شيء رهيب. اوكي نحتاج لنا ثلاثه هسه حتى شنو اسوي لي؟ اوكي بس ثلاثه وارجع لبيتي حتى شنو اسوي لي؟ حتى اسوي لي اكس. والله حلم حياتي، شوفوا هذا البيت الديرت اللي عندي، والله خايس على الاخير. اوكي اسوي لي هسه شنو شنو شنو؟ اكس. الله، صار عندنا بيكاكس واكس، يعني شنو؟ يعني فتشي فنفوتشاري. مو مشكله، هسه نكمل نفلش لنا. محتاج لي فت اربعه خمسه. اوكي خمس حبات احتاج لي هسه. بس هذا وين راح يوصلنا هذا؟ والله ما ادري وين راح يوصلنا هذا الدايموند كله. مو مشكله، خلي ارجع لهنا نشوف وين راح يوصلنا هذا الدايموند. بس قبل كل شيء خلي افلش لي هاي، اجيب بعد خشبات، لان الصراحه الخشبات خلصان اللي عندي، فمو مو مشكله. هسه خلي ارجع لهنا، افتح الكرافتنج تيبل، اسوي لي هسه اول مره تشافل. اوكي حلو، صار عندنا تشافل. الله 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 الله، زيف. واو بيكاكس اكس تشافل، حلو، شغلات رهيبه. اسوي لي همينه اداه مال زراعه، رهيب. اوكي شغلات اللي ما نحتاجين كالعاده نحطين هنا. تمام، طيب هسه بعد موجود هواي دايموند، بس ليش احنا ما ناخذ الخشب وياني؟ اوكي راح اسوي لي كرافتنج تيبل وكل شوي راح ابقيها وياي. اوكي حلو. طيب هسه اني امنيتي بحياتي بماينكرافت انه احصل لي خوذه. اي خوذه حرفيا احتاج لي خوذه. اوكي اول مره نجيب لنا الكرافتنج تيبل كالعاده، اول خوذه، اول مره البس خوذه دايمونديه. واو. اوكي هسه اسوي لي نعال او بوت. اي اريد بوت، يعني بوت. اوكي سوي لنا بوت بهذا الشكل. اوكي صار عندنا خوذه وبوت. واو رهيب. اوكي بعد نجمع لنا هاي، شنو رايكم نسوي لنا بنطلون هسه؟ اي والله خاش فكرة بنطلوني في ترى، والله العظيم. اوكي نكمل نفلش كل هذا الدايموند. اوكي حلو، وصلنا هنا، نحط الجرافينج تيبل، نسوي لنا بنطلون. واو بنطلون. اوكي هسه شنو بعد نسوي لنا؟ نجمع لنا فد هيجي كميه كلش زينه مال دايموند حتى شنو؟ حتى الدايموند كله يصير لنا، والله العظيم. بس هذا المشكله، وين راح يودينا هذا الدايموند كله؟ جاي نروح المكان كلش غريب، والله العظيم جاي نروح المكان وما اعرف وين راح يودينا هذا كله. راح نبقى نفلش كل هذا الدايموند، بس بالنهايه وين راح نوصل؟ والله ما ادري، خلي نروح نكتشف. شو المكان؟ شنو المكان شباب؟ شنو هذا المكان؟ دقيقه خلي نكمل نفلش الدايموند ونروح. شنو هذا المكان؟ اول مره اروح للصراحه.
والله المكان كلش كلش بعيد. والله الدايموند تقريبا هسه حصلنا 23 حبة دايموند او نصف ستاك تقريبا. والله العظيم فتشي بيرفكتو. شنو هذا المكان؟ والله ما ادري بعد دا ما ادري وين راح يودينا هذا. والله العظيم ما ادري وين راح يودينا. شنو تتوقعون شباب؟ يا مكان اكتبوا لي بالتعليقات توقعاتكم وين راح يودينا هذا الدايموند. والله ما ادري شكله راح يودينا المكان كلش كلش رهيب. والله ما ادري لان اكو دايموند فمو مشكله. خلي نروح هسه نكمل، قربنا نوصل ما باقي شيء ونكمل نفلش الدايموند بهذا الشكل. اوكي اوكي وصلنا وصلنا. اوه شباب شنو هالمكان؟ اوه دقيقه خلي اسوي لي تشست بليد، بلكت اكو وحوش راح نلاقيهن شيء. والله العظيم ما ادري اسوي لي همين دروع ثانيه، بلكت شنو؟ بلكت يعني الدروع مالتي تنكسر. اوكي سويت لي دروع ثانيه، او تعرفون شنو؟ راح اسوي لي تشست بليد لان انا احب كل شيء وايد تشست بليد، واسوي لي همين بعد خوذه لان يعني الصراحه اخاف الدروع مال الدايموند هذول مالتي ينكسروا. والله ما ادري اعتقد الدايموند دروع الدايموند ما ينكسرن، مو مثل الدروع شو اسمها الجلد، دروع الجلد او دروع الخشبيه على السريع تنكسر. والله ما ادري شنو هذا المكان، اعتقد هذول راح يقاتلوني. والله ما ادري شباب بنات، خلي اسوي لي بوت هسه سريع سريع، اسوي لي بوت. اوكي بوت حلو، نحط هنا البوت تمام. هسه خلي نروح. اوه اوه هذا طلع مو معركه، طلعت مدينه العاب هاي. واو شباب وبنات هاي مينو، هاي مينو، هاي سلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، انت شلونك شلون الصحه؟ والله الحمد لله والشكر. انت مينو انت؟ انا حمديه صاحبه هذه مدينه الالعاب، تريد تدخل؟ ايه اريد ادخل، والله الصراحه اريد ادخل مدينه الالعاب. اوكي انت لقيت دايموند محطوط على الارض مو؟ ايه اكيد لقيت دايموند وحصلت لي هواي ستاكات دايموند. ايه اوكي هذول الدايموند اللي حصلتهن عطني اياهن حتى اني ادخلك لهاي المدينه الالعاب. دايموند خالتي والله العظيم عندي بس حبتين. شنو بس حبتين؟ كل الدايموند اللي انا حطيت لك اياهن وردتك تجي انت لهنا بالنهايه تجيب لي بس حبتين، وين وديتهن البقيه؟ حمديه سويت لي دروع مال دايموند وادوات مال دايموند وهواي دروع مال دايموند وزاد عندي بس حبتين دايموند، شو اسوي يعني هسه؟ يا بري هذول الدايموند ماتي، يعني انت سارق ودت تسوي بالدايموند ماتي دروع وادوات. لا 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 خلاص اني قبل شنت، اذا انت اني قلت اذا انت راح تنطيني شنو، اذا انت راح تنطيني الدايموند اللي انا حطيت لك اياه على الارضيه من بيتك الى هنا شنت راح ادخلك لهاي مدينه الالعاب، بس هسه انت ما تستحق نهائيا. لا يا ربي هسه شلون ورطاي؟ طيب شو اسوي اني هسه؟ اكو هنا مدينه العاب مال فقره، روح لها حتى احسن. لا يا ربي شنو هاي مدينه الالعاب مال الفقره؟ مو مشكله خلي ارجع اخذ لي دروعي، هسه شلون ورطه هاي؟ اوكي مو مشكله خلي اشوف هاي مدينة الالعاب مال الاغنياء. واو شنو شكو موجود بيها؟ تا مسبح وبيها شغلات رهيبة، شوفوا بيها دبدوب هنا وهاي وزحليقة واو ورجيحة مرجوحة ما اعرف شنو وبلالين، والله شغلات رهيبة موجودة. اريد العب والله العظيم اريد العب شباب وبنات، شلون ورطاي؟ شو اسوي يعني هسه؟ ارجوك حمدية ارجوك ساعدني. لا ماكو ماكو ماكو، اذا جبت لي الدايموند والله شنو راح ادخلك، بس هسه ماكو، روح انقلع يلا روح شو اسمه مدينه الالعاب مال فقره. اي حد احسن. والله ما اعرف شنو راح اسوي، مو مشكله خلي اروح لهذا ابو صعب هاي مدينه الالعاب مال الدير. شنو هاي مدينه الالعاب؟ والله ما ادري شنو السالفه. اي سلام عليكم خالي. وعليكم السلام خالي، كيف اقدر اخدمك؟ والله الصراحه خالي ليش اكذب عليك؟ والله الصراحه هاي حمدي طردتني. شلون طردك؟ انت عندك دروع مال دايموند وظهرت كلش غني. دايموند؟ دقيقة اللي عنده دروع دايموند يعني هو غني؟ والله ما ادري شكل هذا كلش فقير. اي عمو ترى ما يغرك المظهر، ترى اني كلش فقير مثلك، ترى عندي بيت 4x4 وكلش فقير اني. يعني شلون انت فقير وعندك دروع مال دايموند؟ عندي هذول همي انا، شوف شنو عندي همي انا، هذول كلهم عندي، جاي تشوف؟ تخيل عمو انت اغنى واحد بهاي المدينه، تعرف او ما تدري؟ شلون يعني اني اغنى واحد بهاي المدينه؟ شنو؟ شلون يعني؟
يعني انت عندك وايد دايموند وايد شغلات وايد ادوات وايد درع مال دايموند، شلون ما انت يعني شلون انت فقير؟ اكيد انت غني. طيب خلاص عمو، الصراحة أنا أريد أجرب أدخل وعلى الأقل أجرب ألعب بلعبة بهذول الألعاب اللي موجودات هناك، ممكن؟ إيه أكيد، بس قبل كل شيء لازم تدفع لي. أوكي خلاص راح أدفع لك، كم تريد؟ حبة فحم، بس حبة فحم، وتفضل أدخل. حبة فحم؟ يلا خالي تفضل، هذا فقير خليني نساعده، يلا تفضل، هذول أخذ لك دروع دايمود وأدوات. لا لا ما تاخذ الأدوات، ما تاخذ. أوكي خلي أي شغلة راح تنطيني إياها حط لي إياها بالصندوق، تمام؟ خلاص يلا تفضل خالي، كل هذول الدروع ما أخذين بالعافية عليك. والله شكرا إلك، خلاص عمو. شفته هاي شو اسمه؟ شفته هاي كلها إلك، أوكي؟ خلاص يلا روح، مدينة ألعاب صارت إلك، تمام؟ والله ما ادري شنو سالفته هذه، حط لي مدينة العاب. طيب شنو موجود بهاي مدينة العاب؟ خلي انصفط الانفنتوري بلكي تجينا وحش. شي شنو هاي؟ شنو هاي شباب بنات؟ باربكيو، شنو هاي باربكيو؟ هاي مال شواء ما اعرف شنو. اكو لافا هنا. شنو هاي؟ شنو شباب؟ شنو هاي المسخرة؟ عنده بس هاي شي حلو. طيب شنو هاي مدينة الألعاب؟ والله ما تسوى يا شباب وبنات، لا ما اريد هاي عمو. شنو هاي مدينة الألعاب؟ خالي هذا بس اللي عندي، يلا هاي مبروك لك، صارت لك. لا 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 لا، أنا ما اريد هاي، ما اريده. عندك سرير أنت موجود؟ عندك سرير؟ لا لا هذا ما سرير، ما يصير روح. طيب خلينا نجرب، هذا حتى ما يصير ننام عليه، والله ما يفيد أبد 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 أبد. خلي آخذه واستعمله بغير مكان حتى يلا تصير الدنيا كلش ليل. والله ما ادري شلون ورطه هاي، مو مشكله خلي اروح انام هنا وان شاء الله هاي حمديه تساعدني. يا رب تساعدني، والله نقدر ننام هسه. اي هسه نقدر ننام، يلا تصبحون على مليون تريليون بزليون خير. اي صباح الخير، واخيرا اجى الصبح، والله العظيم هذا السرير روعه. مو مشكله خلي ارجع الى هاي مره ثانيه حمديه، يا رب تساعدني هاي المره حمديه. او صباح الخير، انت بعدك اجيت، انت الصارخ اللي سرقت لي الدايموند ماتي. والله ما سرقت لك اياه، والله ما كنت ادري انه هذول الدايموند ماتك، ارجوك ساعدني حمديه. خلاص كفيني شرك، راح اساعدك وراح ادخلك المدينه الالعاب، تمام؟ والله راح تدخلني مدينه الالعاب؟ والله ايه بس كفيني شرك، بس قبل كل شيء لازم على الاقل تسوي لي فد مهمات او تعوض الخساره اللي انا خسرتها. خلاص بس قل لي شنو تريد بالضبط او شنو تحتاجين، وان شاء الله اني اقدر اساعدك، تمام؟ خلاص الشغله هي بكل اختصار، لازم تفتح هذا التلفزيون واريد هسه كل المتابعين يسوون الشغلات اللي موجوده بهذا التلفزيون حتى اني ادخلك الهاي المدينه الالعاب ماتي، تمام؟ خلاص الله عليكم شباب وبنات، يعني اكو شغلات راح نلاقيها بهاي التلفزيون، واول ما نخلصها او اول ما نسويها بنجاح هاي حمديه راح تدخلنا لهاي مدينه الالعاب، تمام؟ مو حمديه؟ ايوه بالضبط، هذا هو النظام، تمام؟ خلاص يلا اون. الله عليكم شباب وبنات، اللي اريد هسه من عندكم تضغطون على هذا الزر الازرق اللي هو زر اللايك، والزر الاحمر اللي هو زر الاشتراك، والزر الرصاصي اللي هو زر تفعيل جرس الاشعارات. الله عليكم شباب وبنات، والله شغله كلش بسيطه. كفو 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 كفو، خلاص تقدر تسد التلفزيون. اوكي مو مشكله خلي اسد التلفزيون. طيب هسه بعد اكو شغله تريدني اسويها لك؟ اكيد بعد اكو شغله، طبعا الشغله بكل اختصار، اريدك هسه تروح لبيتك وراح تلاقي فتشي جوا بيتك، احفر بيتك كله اللي جوا وراح تلاقي صندوق، وبهذا الصندوق راح تلاقي اشي كلش رهيب، اوكي؟ اريدك تجيب لي اياه، تمام؟ شنو؟ جوا بيتي اكو صندوق؟ هاي من وين جبتها هاي؟ ما عليك روح لبيتك روح. اوكي مو مشكله، خلي ارجع لبيتي وشنو واكتشف شنو موجود هناك. والله ما ادري شنو جاي تحكي هاي حمديه، تقول لي اكو بيتي اكو اشي غريب ما ادري شنو. والله ما ادري، خلينا نروح نكتشف بنفسنا ونشوف من صدق هاي حمديه تحكي يعني كلامها صحيح من صدق او جاي تكذب علينا. والله ما ادري، مو مشكله خلي ارجع لبيتي من هذا الاتجاه، لان الصراحه والله الظاهر بيتي كلش بعيد. ماكو مشكله خلي ارجع لبيتي بها. شو هاي الدايموند؟ او ماي جاد، جيب الدايموند. بس بعد اكو دايموند حلو، رهيب جيب كل الدايموند. او خمس بلوكات حصلنا،
اوكي بعد هاي نجيبها، اوكي ناخذها 6 بلوكات، حلو 6 بلوكات، وهاي رقم 7. والله العظيم بيرفكتو، والله العظيم فتشيخهم فتشاري شباب وبنات. اوكي مو مشكله، خلي هسه ارجع لبيتي اول مره ونشوف شنو موجود، شنو الشغله اللي قالت لنا عليها هاي صاحبه شو اسمها مدينه الالعاب ما حمديه. مو مشكلة، خلي ارجع لبيتي هسه اول مرة ونحفر جوا بيتي ونشوف شنو موجود، يعني من صدق هاي حمدية تحكي او جاي تكذب علينا، ما ندري. هسه خلي نروح نكتشف مع بعض ونشوف من صدق تحكي او لا، ماكو مشكلة. هسه خلي ارجع لبيتي من هذا الاتجاه احسن لنا. اوكي قربنا نوصل، ما باقي شيء ما باقي شيء. هذا بيتي، هذا بيتي شباب الخايس البيض التبن. مو مشكلة، خلي اروح لبيتي الكيوت العسول. اوكي مو مشكلة، خلي ندخل هنا ونبقى نحفر شوي شوي، بس قبل كل شيء لازم افلش كل هاي الشغل. اوكي لازم نفلشن كلين، وحتى الصندوق هذا نجيبه والكالدرن. حلو يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدي نفلش. ليتس جو ليتس جو، خلينا نشوف شنو موجود، خلينا نشوف شنو موجود. اوكي اوكي يلا ليتس جو، خلي نفلش كل هذا الديرت اللي موجود هنا. ويا رب لقينا فتشي، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. فلش فلش، هاي شنو؟ بعد ما اجى شيء، بعد ما اجى شيء. هاي شنو؟ هاي شنو؟ والله من صدق اكو صندوق، من ايش وقت اكو صندوق ببيتي؟ منو اجى وحطه هنا؟ لا 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 شباب بالله نجرب نفتحه ونشوف شنو موجود داخله. يلا 3 2 1. هاي شنو؟ هاي شنو؟ والله ما ادري شنو هاي، والله ما ادري شنو فائدة الصراحه هاي شباب وبنات. عرور والله ما ادري، عارفين ما جاي اعرف شنو هاي. مو مشكله، خلي ارجع كل الشغلات اللي كانت اللي فلشتها من بيتي، والفرن كان مكانه هنا، وعندنا صندوق مكانه هنا، وعندنا كولدرن كان مكانه هنا، وشغلاتنا كلهن ينحطن هنا، الشغلات الزايده كلهن اللي ما نحتاج لهن. اوكي كل شيء نحطه هنا، وبعدين ناخذ بالشيء بالشيء. اوكي عندنا هذول شغلاتنا الاساسيه ناخذهن. اوكي حلو، وهسه تمام، خلي ارجع هسه اول مره لهاي حمديه ونشوف شنو راح تسوي بهذا الشيء. والله يضحك شكل مالده شباب، والله شوف شوف عروره. اوكي مو مشكله، خلي اروح هسه اول مره الحمديه ونشوف شنو راح تسوي بهذا الشيء. تمام خلاص، خلي نروح نكتشف ويا بعض شنو حمديه تحتاج او شنو تريد تسوي بهذا الشيء مال البعرور. مو ماكو مشكله، هسه خلينا نروح لاول مره شنو موجود بهذا الصندوق. شنو موجود؟ سلابايات ناخذ، يفيدنا سلابايات. حلو كل شيء يفيد. اوكي اوكي اكو صندوق ثاني هنا، خلينا نروح نكتشف شنو موجود داخله، نشوف شنو موجود داخله. فاضي هذا الصندوق. اوكي المكان من وين؟ اوكي اعتقد من هنا لازم نروح اي من هذا الاتجاه. اوكي اصلا اكو الاثار مال حبات الدايموند اللي فلشناهن، اي كل شيء كل شيء موجود، الاثار كلهن موجودات هنا. والله العظيم فتشيخهم فشاري. اوكي 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 هسه خلي نروح اول مره الحمديه ونشوف شنو راح نسوي بهاي هاي هاي الشيء مال البعرور. مو مشكله، خلي نشوف. اوكي قربنا نوصل، ما باقي شيء، خلي نوصل خلي نوصل. هاي والله كانه المكان صار كلش بعيد، والله كأن المكان صار كلش بعيد، شو السالفة؟ اي وصلنا، حلو 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 وصلنا، حلو 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 وصلنا العمدية، حلو حلو راح نجرب مدينة الألعاب، والله العظيم فتشي بيرفكتو. يلا هسه خلينا نروح الحمدية أول مرة ونشوف شنو تريد بهذا الشيء. حمدية حمدية، ها ها يلا جبت لي الشيء اللي لقيته جوا بيتك؟ ايه جبت لقية، بس الصراحة شيء يضحك. ايه اعرف ايش يضحك، والله اعرف. طيب خلاص، وين احطه؟ اي حطه بالارضيه، ماكو مشكله، حطه باي مكان تريده. اوكي راح احطه هنا. طيب شنو لازم اسوي هسه؟ ارقى فوقه، اي اي اصعد فوقه، اصعد فوقه. طيب وبعدين شنو اسوي؟ علي الصوت، علي الصوت مال ماينكرافت. تمام خلاص راح اعلي الصوت. اوكي اوكي راح اعلي الصوت. طيب طيب هسه شنو راح اسوي؟ سوي بعروره. شلون اسوي بعروره؟ شلون؟ ما ادري، سوي بعروره شلون ما تعرف؟ سوي بعروره ما لي علاقه بيك. اوكي خلاص. هاي شنو؟ هاي شنو؟ فضيحه فضيحه. شي هاي؟ خليني ارجع الصوت شباب، عندي جاي تضحك علي، شو السالفه؟ اخذ اخذ خلاص، راح احطها يمك هاي بعد ما اريدها اني. تفضل تفضل، لازم تقدر تدخل جوا هاي مدينة العاب. حسبنا الله ونعم الوكيل من هيجي بوتشر. شباب كأنها هاي صورتني وراح تنشرني بالانستغرام،
اللي يريد شورتي اللي يريد صورتي واني بدي اسوي بعروره خليه يروح يتابعني بالانستغرام. اي 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 راح انشرك بالانستغرام. حسبنا الله ونعم الوكيل. يلا على الاقل هسه اقدر ادخل مدينه الالعاب. لا شنو تدخيل، لازم ارجع باكر، انا هسه خلاص راح اعزلوني. اوكي خلاص باكر راح ارجع لك. اي شنو صار؟ والله ما ادري، باكر ارجع لك. عد الزرير ما عندي، هسه شلون ورطاي؟ خلي اروح، هذا بعده موجود اناني ما اعرف شنو اسمه هذا الفقير، مو مشكله خلي اروح اخذ السرير من ناني. حتى شنو حتى اوكي ناخذ سرير من ناني ونروح، وان شاء الله باكر الصبح يا شباب ويا بنات اجرب العب بهذول الالعاب مال الدايموند. اوكي هسه خلينا ندخل هنا نروح ننام احسن لنا. يلا تصبحون على خير. اي صباح الخير، واخيرا اجى الصبح، هاي الشمس دا تشرق. يلا حمدية راح تفتح لي الباب. ترى انا شفتك بالانستغرام والفيديو او الصوره جابت هواي تفاعل، جابت مليون لايك، يعني فضيحتك فضيحتك. لا شلون ورطها، مو مشكله اصلا عادي خلي اتغل. اوكي خلاص راح تقدر تبقى شقد ما تريد هنا. اوكي خلاص راح ابقى شقد ما اريد. لا شباب وبنات حتى متعه اللعب صارت ما عندي، مو مشكله خلي نجرب هاي الزحليقه. أجو أي وغر أنت، وغر ورع، وغر لازم أكتل هذا والله، لازم أكتل هذا. وغر ليش تأخذ لي مكاني؟ ليش وغر ورع؟ حسبي الله ونعم الوكيل، وهلا ما أدري شو راح أسوي أنا هسه. طيب شلون أقدر أصعد؟ إي علموني يا شباب شلون أقدر أصعد وشلون أقدر أجرب لي هاي. وغر خلي أجرب هاي. هاي ليش ما أقدر أجربها ها؟ إي شنو السالفة شباب؟ إي علموني، ليش ما كل شيء ما جاي يشتغل؟ ولا شيء حرفيا جاي يشتغل يمي. هاي علموني شنو السالفه. هاي علموني. اي اللي انا كنت اخبي. اي ما تقدر تسوي شيء. اه شلون مرطها؟ والله ما ادري شنو راح اسوي انا هسه، ما ادري، اعتقد عرفت الحل شنو. راح اروح انتحر خلاص، انا صرت مفضوع، كل الناس تعرفني خلاص، راح انتحر انا، راح اجي هنا والله العظيم راح انتحر خلاص، بعد ما اريد حياتي هذه، بعد ما اريد شيء خلاص، راح اشمر كل شيء باللافا، كل دروعي كل فلوسي باللافا راح اشمرن، بعد ما اريد شيء يعني خلاص. لا